في ظل الأزمة الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد والمتعلقة بظاهرة تفشي وباء كورونا، قررت مجموعة وادي كندي لإنتاج الدواجن والأعمال العامة بتخفيض أسعار السلعة الاستهلاكية بأبخس الأثمان ليتسنى للمواطن التشادي الحصول على سد احتياجاته الأساسية في ظل الأزمة الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم. كما أدان المدير العام للمجموعة الأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة بوكو هرام المتطرفة في منطقة بوما بولاية البحيرة، لذا قرر المعنيون بأمر إدارة المجموعة تخفيف معاناة الشعب التشادي في مثل هذا الظرف. نقوم نساعد للبلد والأخواننا عشان يلقوا شيء رخيص، يلقوا شغل الإندم ده يقدر يبوه عشان يمشي يستفيدوا فوقه. مصر ده سوينا 2000 ريال اول. العلم ده سوينا 300 ريال بلاتي عند ست ساكة ترافيلا. عند فوق ام باليت ده. البيض ده سوينا 1450. لان ده كله شنو؟ يعني ما نفتشوا يعني بنفيس كان علينا شيء نمشوا قدام خسرانين كله عشان الناس يستفيدوا واننا كلنا نستفيدوا. السكرتير ده الناس كان ماشي على ده. ما انت يعني بكان تشغل عندك ذاتها بكان تغطى تاكل ما في كلام ده. يعني نقوم ورا الجيش ولا دول نجي فورا عشان ندور بلد ده يقدم والناس اي زول يقوم عشان يجيو مساعدة. هذه المبادرة الفريدة من نوعها اشاد بها احد الباعة. الوقت كله بتاجي بساعة فوقنا في امراض كورونا فيروس بجايد، وفي تاني بتم مشكلة جانا مشكلة فجأة اننا مجرمين الحرمين بوكو هرام و vraiment situation ala sagadin fuga situation nar mbi sekhara shia lakin Allah ajir waji kunji fi tamana nazalena appliquer decision al president de la republique wara waji kunji tabakha waji kunji Allah barika al bijidat bi barina ba 500 alo mina ta talaga bi 290. عبر هذه الأعمال يصاحب رجال الأعمال التشاديين الحكومة التشادية في سياستها الرامية إلى الخروج من أزمة فيروس كورونا.